نشرة الأخبار من قناة جلتا زاد، أهلا بكم. بداية، توفي 7 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة إثر حادث مرور أليم وقع بالطريق الولائية رقم 84 ببلدية عين الترك بوهران. الحادث وقع بعد تصادم سيارتين سياحيتين في حدود منتصف الليل و57 دقيقة، حيث تدخلت وحدات الدرك الوطني لولاية وهران من أجل تقديم يد المساعدة للمواطنين وتسهيل حركة المرور إثر الحادث المميت. لتضاف هذه الحصيلة الثقيلة إلى حصيلة 48 ساعة الأخيرة، حيث لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 491 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور بعدد من ولايات الوطن. وحسب ما أفادت به الحماية المدنية، أثقلها سجلت على مستوى ولاية عين قزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح. ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر في الأسابيع الماضية أرجعه مختصون إلى عدم احترام قانون المرور من قبل السائقين، بالإضافة إلى زيادة حركة السير تزامنا مع عطلة الصيف وموسم الاصطياف، على الرغم من جهود حكومية لخفض حوادث الطرقات. ورقة في الموضوع للزميلة نور الهدى العمري. لا زالت أرقام إرهاب الطرقات تحصد العديد من الأرواح البشرية، إبادات أسرية كاملة أرجعها خبراء إلى عدة عوامل أبرزها موسم الاصطياف. فترة الصيف ترتفع حوادث المرور، بالإضافة إلى الأمور المرتبطة بمواكب الأفراح والمناسبات العائلية كمواكب الزفاف التي دائما أطلق عليها اسم هستيريا مواكب الزفاف، بالفعل اللامبالاة والاستهتار والسرعة الجنونية والمناورات الخطيرة التي يلجأ لها كثير من السائقين في مواكب الزفاف. قلت أن كذلك في فصل الصيف نشهد ازدحامات مرورية كثيرة جدا بفعل التنقلات العائلية. هذا الازدحام المروري الذي في الغالب يكون من أسباب حوادث المرور ما يعرف بنظرية الفارس والفرس، أي بعد كل حادث بعد كل اختناق مروري يحاول السائق استرجاع الوقت الضائع والتعطل الذي تعرض إليه من خلال لجوئه إلى السرعة الجنونية والمناورات الخطيرة. مواطنون طالبوا بتعديل قوانين المرور وتطبيق عقوبات صارمة في حق السائق المتهور. الكود لا رو تاعنا يفو لو ريفير يفو لو ريفوار ا زيرو يفو تو ريفير دي لوا دو تسيفر سيسبوندي لو بيرمي تاع عامين 3 سنين 4 سنين اكيلو تور دو ريسبيت دو كود لا روت. لازم يضربوه مليح يضربوه مليح للجيب الور يترباو هذاك تاع 1000 دينار ولا 2000 ولا هذاك لا تطلع 2000. لازم نقولوا نعاود كما يقولوا تاهيل للبيرمي باسكو البيرمي في الجزائر والله غير كارثه. اولا يفو ريسبكتي لو كود دو لا روت، دوزيامون ليكسي دو فيتيس نو زافون با دي روت بور ايسيي دو فير لا فيتيس دي بلاك دي سينيزاسيون ما كانش. باغ اكزومبل تمشي حتى تلقى دودا هناك ما كانش يكون بلاك وتقول بلي راه كاين دي دودان ولا حاجه ويفرط في السرعه. في ظل الاستهتار الكبير للمواطنين جراء حوادث المرور، يبقى شعار في التأني السلامة وفي العجلة الندامة منبه إيقاف الجرائم المرورية. في شان آخر، شهدت أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق ارتفاعا ملحوظا عشية الاحتفال بعاشوراء وسط تذمر كبير من المواطنين من الغلاء في كل مناسبة دينية، مؤكدين أن الارتفاع المفاجئ للحوم وبعض الخضر يمنعهم من الاحتفال بالمناسبة. تقول هجر بولارس. بمجرد اقتراب مناسبة عاشوراء فوجهة أغلب المواطنين ستكون حتماً نحو المقصبة والأسواق قصد اقتناء المستلزمات الضرورية كالخضر والمعجنات والدجاج بغرض تحضير أطباق تقليدية تتناسب والمناسبة الدينية. التقاليد تاعنا تختلف من منطقة إلى منطقة، دوكا كل واحد كيفاش يحتفل بطريقته الخاصة وصاديبون يعني البيئة اللي عاش فيها. مثلا كاين اخرين يديروا الرشته، كاين واحد يدير البركوكس، واحد يدير الشخشوخه، كل واحد كيفاش وواحد حسب يعني المقدورات تاعو. المواطن الجزائري كامل يحب الدجاج، كاين اللي ما يقدرش، كاين كيما نقولوا دجاجة كومبلي، كاين اللي ما يقدرش عليها نبيعوا له شغل لي مورسو، كاين لي مورسو تاع ليكويس اسكالوب نورمال عادي على حسب ما كل واحد على حسب مقدوره.
عمي لقمان ومصطفى كدلنا تذمرهم من الارتفاع الجنوني للدجاج الذي وصل لعتبة 450 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، بعدما كان لا يتعدى 350 دينار جزائري في الأيام الفارطة. أما عن محمد فقد قدر لنا قيمة قفة عاشوراء بسعر 4000 دينار جزائري، مواصلا رحلة بحثه عن أسعار معقولة لشراء الدجاج. شوفي في المناسبات تاع عاشوراء ولا عيد ولا عواشير ولا رمضان ولا حاجة، كلش الأسعار تطلع ب 70%. علاش؟ الناس المواطنين المساكين، كاين الناس ما يستخلص 18000 للشهر، الناس راهي تعاني. شوفوا غالي بزاف قلت لك، باسكو يطيبوا به العاشوراء لازم الدجاج وملي قطع لازم الدجاج. الدجاج راهي 47 كان، وانت هنا لقيته ب 40 كيلو. دوك نزيد نشوف بلاصه وحده اخرى صاصبي نلقاه شويه موانشار، راني ندور هكذاك باش نشوفوا لو بري شحال راهو يدور بيبري، وين نلقاوه شويه موانشار نشريو، وبيان سور يكون ثاني حاجه شابه ماشي نامبورت حاجه تدخلها للدار. غلاء المعيشة لم يسمح لكثيرين بتحضير أطباق تقليدية متنوعة، فصار يوم عاشوراء لا يختلف عن باقي أيام السنة حسبهم. ونحتفلوا كما يعني هذيك، وخاصة الواحد يتفكر مساكن اللي ما عندهمش ويحاول يعشر اللي عنده بار اكزومبل رصيد مالي في البنك ولا هذيك، يحاول يساعد إخوانه. ولأن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية يتطلب التفنن والتنويع في الأطباق التقليدية، إلا أن غلاء المعيشة يلزم المواطن البسيط التخلي عن بعض هذه العادات والاحتفال بالمناسبة حسب وما يتناسب ودخله الشهري. هذا وتحرص العائلات الجزائرية في مختلف ربوع الوطن على الاحتفال بمناسبة عاشوراء، مواطنون انقسمت آراؤهم بين من اعتبرها مجرد خرافات وعادات غريبة، وبين من يعتبرها عادات متوارثة على الأجداد، في حين أن رجال الدين نهوا عن هكذا بدع، مطالبين باستغلال هذا اليوم في التطوع لله عز وجل والدعاء والتصدق. هاجر بالعراس ثانية. الاحتفال بيوم عاشوراء يختلف من منطقة لأخرى، كل حسب عاداته وتقاليده المتوارثة على الأجداد، إلا أن بعض الأسر تلتزم في هذا اليوم بإعداد أطباق باللحم المدخر من أضحية العيد بعد تجفيفه وتصبيره، في حين أن بعض النسوة تحرص في هذا اليوم على وضع الكحل وقص شيء من شعورهن اعتقادا أن ذلك يزيد من جماله، وأخريات يفتحن الأبواب المغلقة كالخزائن والنوافذ لجلب البركة لأهل البيت. فهل تغيرت طريقة الاحتفال بهذا اليوم الديني مع مرور الزمن؟ كما بكري، حنا نتبعوه كما بكري، عندك الهم تاع العيد كبير، كي نقولوا الشجروح سميوه بقبالية، يبسوه في الملح، وتوسيهن والبركوكس، وزيد قهنا الدجاج. حيديروا الشتا، يديروا تختوخ، حيديروا طعام، كل واحد عوايده. رجال الدين يؤكدون أن يوم عاشوراء هو يوم صيام وصدقتين على من بلغ ماله النصاب والحول، مرجعين غير ذلك من طقوس غريبة من البدع التي لم تأتي بها السيرة النبوية. هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي يسمى عاشوراء، يشرع فيه الصيام، وكذلك تشرع فيه من العبادات والأعمال الصالحة، لأنه يوم فاضل، يوم كرم الله سبحانه وتعالى فيه نبيه موسى بأن نجاه من ظلم فرعون. كذلك بعض العادات يعني الاحتفال، يعني بما يعتقدونه بأنه توسع على الأهل والعيال، وإعداد بعض الأكلات، يعني الأكلات الخاصة، وكذلك كما يعرف يعني كذلك يقص شيء من الشعر. هذا حزن، هذا يعني تبعا لما يعتقده الشيعة من الحزن على هذا اليوم، ويستعملون الحناء وغيرها. كل هذه العادات ليست لها صلة، يعني ليست لها صلة بفضل هذا اليوم وما يشرع فيه من العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا إلى صيامه وقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها. ولأن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ليس متعلقا بالمآكل والأطباق فقط، يبقى الأفضل هو التدبر في معاني هذا اليوم الديني والتصدق فيه والابتعاد عن كل ما هو خرافي.
ولذات الشأن أعلنت اتصالات الجزائر بأنها ستضمن استمرارية خدماتها خلال يوم الاثنين المصادف ليوم عاشوراء. بيان الوكالة أوضح أن الوكالات التجارية في الولايات الشمالية للوطن ستكون مفتوحة من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 3 زوالا. أما بخصوص الولايات الجنوبية للبلاد فسيتم ضمان الدوام من الساعة 7 صباحا إلى غاية منتصف النهار على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة. محليا لقي رب عائلة رفقة ابنه حتفهما وأصيبت زوجته جراء انهيار صخري بشاطئ عين فرانين بلدية بئر الجير ولاية وهران. الحادث حسب مصالح الحماية المدنية وقع صبيحة اليوم على الساعة 10:45 أين سجل انهيار صخري وسقوط صخرة قولة على العائلة التي كانت محمية من أشعة الشمس بعدما كانت في رحلة استجمام إلى شاطئ فرانين بولاية وهران. رحم الله الموتى وألهم ذويهم الصبر والسلوان. دائما مع موسم الاصطياف أين يكثر إقبال المواطنين على الشواطئ والمسابح للاستجمام، غير أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يزيد من احتمالية الإصابة بحروق ومضاعفات صحية قد تصل حتى إلى الإصابة بسرطان الجلد. تفاصيل في سياق تقرير تالي لحسين ديدي. يكثر إقبال المواطنين على الشواطئ في فصل الصيف للتمتع بزرقة البحر، غير أن التعرض لأشعة الشمس الحارقة لمدة طويلة له مضاعفات صحية ومخاطر عكسية تهدد صحة الكبار والصغار. نعم البشرة تاعنا كيف تتعرض لأشعة الشمس كما يقولوا لمدة أطول خاصة في فصل الصيف راح تنتج عنه كما يقولوا ضربات الشمس أو ما يقولوا حروق ثاني طرحات جلدية اللي تقدر تؤدي إلى حروق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية في بعض الحالات تكون خطيرة، وتقدر تؤدي أيضا إلى ظهور ندبات بعد هذه الحروق في تدوير الماء من الحريق، هذاك يبرد الحريق على البشرة يبرى يخلي سيكاتريس أو ندبات، وتقدر تؤدي ثاني إلى ظهور بقع بنية تسبب انفيجمونتاسيون انفلاماتوار. التعرض لأشعة الشمس دون أخذ الاحتياطات قد ينتج عنه أيضا التأثير على بعض الأمراض المتواجدة في البشرة، وقد تصل حد الإصابة بسرطان الجلد حسب المختصين. هذه الأشعة الشمس تقدر تأثر على بعض الأمراض اللي كانت كاينة في البشرة تاعنا، باريزومبل كاين الذئبة، مرض الوردية، البشرة الحساسة، مرض حب الشباب، هذوما في تعرض لأشعة الشمس، هذه الأمراض راح تزيد تكاثر عليهم. وكاين بعض الحالات أيضا اللي وين يكون عندنا خانات أو كما يقولوا دينيفيوس ولا خانات غير عادية يضربوهم هذوما اللي كود سولاي وخالات اللي كود سولاي هذوما، هذه الخانات يقدروا لا قدر الله على الامد البعيد يتحولوا الى سرطانات جلديه. تجنب اشعه الشمس في ذروتها ولبس القبعات والملابس هي مجموعه من النصائح والارشادات البسيطه التي قد يجهلها الكثيرون ولكنها فعاله ضد مخاطر اشعه الشمس. بالأحسن الإنسان يتجنب أشعة الشمس خاصة بين 10 صباحا والثالثة زوالا وين تكون الشمس يعني قوية جدا. ثاني كي يكون في الشمس ولا كي يروح للبحر لازم الإنسان يدير فوتو بروتيكسيون، يعني يحمي روحه من أشعة الشمس، يحمي روحه عن طريق كما يقولوا فوتو بروتيكسيون في تدير عن طريق الملابس ولا عن طريق لوطو دان شابو، يدير قبعة، يدير نظارات شمسية، يلبس ملابس كبيرة شوية وعارضة، ويقدر ثاني يدير أشياء يدير كما يقولوا الوقاية عن طريق فوتو بروتيكسيون شيميك عن طريق واقي شمسي مخصص لهذا الشيء. استعمال الكريمات ومستحضرات التجميل في الشواطئ بصفة عشوائية خاصة المقتناة من الأسواق دون استشارة الخبراء لها مضاعفات خطيرة على صحة مستعمليها. أنا نشوف بزاف في الأسواق يتباعوا بزاف أنواع من هذه الكريمات، هي من أحسن الإنسان يستشير طبيب مختص في الأمراض الجلدية باش باسكو كل بشرة عندها الكريم اللي يلزم لها اللي يخرج عليها،
كاين رفدوا بشره حساسه ولا ماشي حساسه ما يقدروش يديروا نفس الواقي الشمسي. من هذا الاحسن الواقي الشمسي يكون بوصفه طبيه. يفوا الناس يديروا دي كرام يسموه دي كرام تاع البرونزات على طول ما تجيش هذه ما فهمتش منين جابوها. وفيها دي برودوي شيميك اللي يقدروا يتعرض مع هذاك البرودوي شيميك ديجا راح يدير له اكزيما ولا يدير له حريق في البشره تاعو وزيد يعرض البشره تاعو من الشمس بهذيك الوسموس يقدر راح يدير راح ياثر المفعول تاع هذاك البرودوي المفعول الكيميائي تاع هذاك البرودوي مع الشمس يزيد يتحرق. التمتع بزرقة البحر وأشعة الشمس يجب أن لا ينسينا بعض نتائجها الخطيرة على صحتنا بعد انتهاء العطلة، خاصة على أصحاب البشرة الحساسة. إلى ملف الحرائقين، كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن استمرارية حالة التأهب القصوى وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات، وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات. بيان للوزارة أكد أنه خلال موسم الاصطياف يجب التقيد بكافة الإجراءات الوقائية التي كانت محل حملات تحسيسية، وأضافت أن حماية الثروة الغابية والمحافظة عليها مسؤولية الجميع وتقتضي المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طيلة فترة موسم الاصطياف. في الشأن الاقتصادي، شرعت وزارة الصناعة في إطلاق مشاريع إنتاج مصنع حليب الأطفال الرضع بالجزائر، والذي سيعود بفوائد اقتصادية كثيرة على الجزائر، لا سيما تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق اكتفاء ذاتي لهذه المادة حسب ما أكده خبراء. قراءة في الموضوع للزميلة فروجة بوعباش. أزيد من 300 مليون لتر سنوياً هي حاجية السوق الجزائرية من مسحوق حليب الرضع بفاتورة تفوق 100 مليون دولار، ما أرغم الحكومة على إطلاق مشاريع إنجاز مصنع حليب الرضع في الجزائر بطاقة إنتاجية تقدر ب60 طناً يومياً لتغطية العجز المسجل في هذه الشعبة، ما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد حسب ما أكده الخبراء. تأسيس أو لي استثمار حقيقي بالنسبة لي حليب الرضع من شأنه طبعا المرحلة الأولى يخفض تكلفة الاستيراد، ومن شأنه كذلك لي طبعا المراحل القادمة من شأنه تصدير خاصة طبعا نحو إفريقيا، ونعرف الأزمة بالنسبة لي الحليب اللي موجودة لإفريقيا، مهما يكون هو استثمار جماعي استثمار عقلاني واستثمار طبعا ناجح بالنسبة لي السلطات العمومية. لكن يبقى السؤال المطروح هو ما مدى ثقة المستهلك الجزائري في المنتوج المحلي، خاصة أن هذه المادة حساسة توجه لأطفال الرضع، إلا أن جمعية المستهلك تطمئن وتؤكد على ضرورة التوجه للمنتوج المحلي الذي سيصنع وفق معايير دولية حسبهم. كل مادة استهلاكية لابد أن تكون عندها معايير مقبولة ومعايير دولية، ومن هذا المنطلق تعلق الأمر بحليب الأطفال أو غيره أو أدوية أو منتوجات غذائية أو صناعية لابد أن تكون مطابقة ولابد أن تكون بشهاداتها، وبالتالي لا يمكن أن تصنع مثل هذه المواد حتى دون أن تكون مطابقة بطبيعة الحال بما أنها مسؤولية الدولة، وبالتالي أيضا يجب أن نثق فيها لأنها تشكل عمودا من أعمدة الاستقلالية الغذائية وعدم التبعية. مسحوق حليب الرضع الذي لم ينتج يوما في بلادنا أصبح أمرا ممكنا، مشروع سيسمح بترقية اقتصادنا بتحقيق أمن غذائي في هذه المادة الحيوية التي أثقلت الميزان التجاري. دولياً ارتفع عدد شهداء عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة إلى 31 شهيداً إلى غاية منتصف النهار من يوم الأحد بتوقيت القدس المحتلة. البيان قال إن من بين الشهداء 6 أطفال و4 نساء مع تسجيل 265 مصاباً حتى الآن في قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم الداخلية بقطاع غزة في تصريحات إعلامية هذا الصباح أن قوات الاحتلال قصفت القطاع بالقنابل والمدفعية. كما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه يستعد لأسبوع من الغارات على قطاع غزة التي تستهدف حركة الجهاد الإسلامي، وأن ليس هناك أي مفاوضات لوقف إطلاق النار.
ثقافيا، وبعد غياب دام عامين جراء انعكاسات جائحة كوفيد-19، يعود المهرجان الثقافي الدولي جميلة في طبعته 16 الذي سيقام فعالياته في ولاية سطيف. وللوقوف على آخر الرتوشات لإنجاح هذا العرس الثقافي، ترأست وزيرة الثقافة سوريا مولوجي اليوم الأحد اجتماعا خاصا مع اللجنة التنظيمية لمهرجان جميلة بمقر الوزارة. أسدت من خلاله تعليمات للمنظمين وللمحافظين المهرجان من أجل الحرص على إنجاح فعاليات هذه الطبعة، كون هذه التظاهرة الثقافية ستساهم في الترويج للثقافة الجزائرية. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وياكم إلى طي أوراق النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.